ينضم الينا من جدة الكاتب والباحث السياسي دكتور حمود ابو طالب اهلا بك عبر سكاي نيوز عربيه مؤتمر لندن غدا يعني ابرز ما يتطرق اليه اضافه الى دعم وتمويل قطر للارهاب والميليشيات الارهابيه العلاقه مع ايران ويعني اوضاع حقوق الانسان المنتهكه في قطر هذه الملفات المتزاحمه بدات تقلق العالم وتقلق العواصم الاوروبيه بشكل كبير ايضا هل تسمعني دكتور أبو طالب؟ نعتذر ربما سمعت المقدمه ولكني لم اسمع السؤال يعني العواصم الاوروبيه العواصم الاوروبيه قلقه ربما من العلاقه بين الدوحه وايران دعم وتمويل الارهاب وايضا اوضاع حقوق الانسان وكل الانتهاكات المرتكبه في الدوحه فعلا هذه كلها ملفات في غايه الاهميه، واثبتت قطر الان انها تحرق اخر مراكبها وتدق اخر مسمار في عروبتها. لو لاحظنا ما حدث في اجتماع الجامعه العربيه يوم امس، وما صرح به المندوب القطري فهو تاكيد علني على ان قطر لم يعد لها علاقه بالمحيط العربي ولم يعد لها علاقه بدول مجلس التعاون الخليجي. فهي تؤكد انسلاخها بانضمامها الى الدوله الاولى الراعيه للارهاب في العالم ايران. قطر تصر ان تكون مقاول الباطن لمشروع الفوضى والارهاب والتشرذم في منطقتنا العربيه وقطر تصر ان ترتكب هذه الخطيئه باستمرار ولا ترعوي ولا تعود الى الرشد. الان قطر لم تعد خطرا على المحيط العربي والخليجي فقط بل ان سياستها لمحاوله كسب الدول الغربيه بقصص غير حقيقيه وب... وبقصص مزيفه لا تعكس واقع ممارساتها السياسيه بدا يرتد او ينقلب السحر على الساحر العالم ليس مغفلا الى هذه الدرجه التي تظن قطر انها تستطيع ان تسوق حكايات غير صحيحه وانها تدعم الرياض يعني اليوم وتدعم نسمع ان قرار لها اكاديميين يتحدثون عن هذه العلاقه المشبوهه بين يعني ايران الرائده في صناعه وحياكه الإرهاب وبين الدوحة وهذه العلاقة العضوية والتي يعني تتظاهر يوما بعد يوم وهذه عقدة كبيرة أمام الغرب يعني العلاقة والعقوبات المفروضة ضد طهران هي العلاقة لم ليست مشبوهة الآن في هذا الوقت بعد أن تكشفت كل الأوراق وبعد أن أكد الجانبان قطر وإيران و و علاقتهم العضوية الوثيقة وهذه العلاقة لا تصب في مصلحه اي دوله وليس لها هدف او غرض غير رعايه الارهاب العالمي، الارهاب القطري الايراني الان لم يعد محصورا على منطقتنا العربيه، كل التنظيمات التي ترعاها قطر التنظيمات الارهابيه الموجوده في منطقتنا والتي بدا ارهابها يضرب في الدول الاجنبيه الدول الغربيه يدل دلالة تامة على أن قطر أصبحت مصدر خطر على السلم العالمي وعلى استقرار الدول ليس فقط الدول العربية ومحيط الشرق الأوسط وإنما بعيدا عن ذلك، وبالتالي هي نتيجه طبيعيه ان يبدا قلق العالم من هذا التضامن من هذا من هذا المحور الذي هو محور الشر الحقيقي في منطقتنا، المحور القطري الايراني الذي لا يفعل شيئا سوى الارهاب، هذه نتيجه طبيعيه وهذا الحراك الذي بدا الان وقادته المعارضه القطريه التي بدات تنشط وبدات توضح للعالم حقيقه تكشف مزيدا من الاوراق بالاضافه الى الاوراق المكشوفه للعالم كله اعتقد ان هذا التحرك هو ما يجب ان يفعل وما كان يجب ان فعله من منذ فتره هذا التحرك كفيل بان يوضح للعالم اجمع حقيقه العلاقه بين قطر والارهاب وحقيقه كونها تقريبا الان الدوله آآ 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 التي تتبنى يعني حمي الملف الدقيق ايضا إليها وهو دولة يعني دولة إيران مطامع قطر في تنظيم كاس العالم لعام 2022 عناوين في الصحافه الاوروبيه ايضا يعني كانت تحذيرات من عدد كبير من المسؤولين بان الدوحه تستضيف كاس العالم على جثث العمال يعني هذه العماله التي تدخل كل الظروف يعني التي تتعارض مع حقوق الانسان بكل تاكيد هذا هذا الملف وغيره من الملفات هي محاوله قطر منذ فتره سابقه قبل ان تتكشف كل الاوراق هي محاوله لتلميع صورتها امام المجتمع الدولي وامام المجتمع المتحضر بانها دوله ترعى الحريات، انها دوله متقدمه، انها دوله تستطيع ان تنظم فعاليات كبيره جدا لا تستطيع تنظيمها بقيه الدول العربيه والخليجيه، هذه المظاهر كلها لمحاوله إعطاء صورة مزيفة عن حقيقة الوضع في قطر، قطر تعاني الآن معاناة كبيرة جدا اقتصاديا ومع ذلك تحاول أن تصور للعالم ببعض الممارسات الشكليات بأنها دولة لا زالت مستقرة اقتصاديا، قطر تتحدث عن الحقوق والحريات وهي أكبر من ينتهك الحقوق الآن في منطقتنا والقصص الأخيرة التي تخرج من قطر عن معاناة والقمع والتغيير و و الديمغرافي في المجتمع القطري قانون الإقامة الدائمة الذي سلب المواطنين القطريين كل حقوقهم وجيرها إلى الأجانب المرتزقة الذين يشكلون الآن ما نسبته 89% من سكان قطر أي حريات وأي حقوق وأي مواطنة تتحدث عنها قطر فبالتالي على المستوى الداخل وعلى المستوى الخارجي كل ممارسات قطر كلها ممارسات شاذة ممارسات لا تعكس تصرفات دوله عاقله رشيده لا تعكس تصرفات نظام يهتم باستقرار بلدي لا. ومواطني لا تعكس تصرفات دوله تعرف معنى العلاقات الدوليه مع لا. الجيران ولا تعرف ما هي الاعراف الدبلوماسيه التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض فبالتالي قطر الان اصبحت مشكله دوليه وليست مشكله عربيه وخليجيه لا. وهذا الحراك الذي الذي بدا الان على المستوى الدولي هو الحراك المطلوب اذا لابد ان يكون هناك تضامن دولي لكشف وتحييد كل الممارسات القطريه لانها اصبحت خطرا عالميا وليس خطرا عربيا وخليجيا فقط. الكاتب والباحث السياسي دكتور حمود ابو طالب كنت معنا من جده شكرا جزيلا لك.